بعرض الملعب عمار السلام يبحث عن مساندة يلعب للطاهر الحاج وسط الملعب أطهر الطاهر تصويبة هدف هلالي أول من أطهر الطاهر بابكر سدد في الكرة الأولى وعاد في الكرة الثانية أطهر يطلع صاروخ ينفجر داخل ملعب أو داخل مرمى فواز جمال يعلن عن فرحة هلالية وضحت تماما على مدرجات ملعب المباراة هنا جمهور الهلال يحتفل ابتهاجا بالهدف الدقيقة 18 تماما بعد مرور ربع ساعة أطهر الطاهر بابكر يفك تلاصم دفاعي الوادي نيالا كما ذكرت أقوى خط دفاع أطهر من بعيد والهدف رقم 13 في مشوار الهلال وأول هدف لأطهر الطاهر هدف عالمي يا عالمي هدف عالمي يا أطهر هدف جميل لأطهر من خارج منطقة الجزاء تصويبة لا ترد ولا تصد والحارس يفشل تماما في الحفاظ وفي اللحاق